مشاهدين أهلا بكم. حاملة المروحيات الجزائرية أو سفينة الإنزال الجزائرية قلعة بني عباس التابعة للبحرية الجزائرية. إن السفينة المسماة قلعة بني عباس 474 هي سفينة إنزال ودعم لوجستي BDSM تابعة للقوات البحرية الجزائرية، وهي أكبر سفينة حربية بحرية في تاريخ الجزائر. وتعد من أحدث السفن العسكرية المجهزة بأحدث التكنولوجيات العسكرية والبحرية، والقادرة على العمل والتدخل على نطاق واسع في مهام عسكرية ولوجستية وكذلك إنسانية. ويمكن للسفينة أيضاً أن تنفذ مهام قتال السفن وأعمال القيادة والسيطرة لمجموعات العمل الجوية البحرية المشتركة، وكذلك أعمال المراقبة ومرافقة القوافل ونقل القوات الخاصة وأعمال الإمدادات للأسطول. لقد بنيت سفينة قلعة بني عباس الجزائرية في ورشات شركات الهندسة والأنظمة البحرية الإيطالية أوريزونتي سيستيمي نافالي، وهو فرع لعملاق الصناعات الحربية والبحرية الإيطالي فينكاتيري بمنطقة ريفا تريغوزو بمدينة لاسي باستيا شمال غرب إيطاليا. وتعتبر هذه السفينة نسخة مكبرة ومحسنة للسفن البرمائية الإيطالية من فئة سان جورجيو. في شهر أوتي من سنة 2011، بعد مرور سنة من المشاورات بين القوات البحرية الجزائرية ومجمع الصناعات الحربية الإيطالي فينكاتيري، اتضحت معالم السفينة الإيطالية التي تريد الجزائر اقتناءها من إيطاليا في إطار محاولة القوات البحرية الجزائرية لتحديث وتوسيع أسطولها، وذلك بتزويدها بسفينة نقل لوجستي تصنعها الشركة الإيطالية أوريزونتي سيستيمي نافالي. ويتعلق الأمر بالسفينة من فئة سان جورجيو بعد رفضها للعرضين الفرنسي لمؤسسة دي سي ان اس المتمثل في حاملة الطائرات ميسترال، والشركة الألمانية تي كا ام اس المتمثل في الحاملة ام اتش دي 200، وذلك لرفضها تلبية الشرط الجزائري في التصنيع المحلي. وقد تم تقطيع القطعة الأولى من الفولاذ، وذلك بورشات ميناء ريفا تريغوزو في شهر فبراير من سنة 2012، وذلك بحضور ممثلي البحرية الجزائرية وممثلين من مؤسسة فينكاتيري وميناء لاسي باستيا. وفي شهر يناير من سنة 2014 تم إطلاق السفينة البرمائية الجزائرية قلعة بني عباس على ظهر بارجة إيطالية تستعمل لسحب السفن، حيث تم سحبها إلى موقع توقفها النهائي بحوض بناء السفن موجيانو بمدينة لاسي باستيا بالشمال الغربي للساحل الإيطالي. وفي يوم 14 سبتمبر من سنة 2014 في بلدة ليريتشي الساحلية المطلة جنوب إيطاليا، تم النقل الرسمي للسفينة والدعم اللوجستي تحت الراية الجزائرية، إيدانا بتسليمها التام نهاية الثلاثي الأول من سنة 2015.
وستبقى السفينة الجزائرية هناك إلى أواخر شهر فبراير من سنة 2015 حيث ستغادر إلى الجزائر. وفي شهر فبراير من سنة 2015 نفذت القوات البحرية الجزائرية والقوات الإيطالية تمريناً مكثفاً مشتركاً قرب خليج تارانتو الإيطالية لرفع مستوى الجهوزية للطرفين، والذي شاركت فيه السفينة البرمائية قلعة بني عباس بطاقمها الجزائري في إطار التدريب قبل التسليم النهائي، وبالإضافة أيضاً لرائدتي القوات البحرية الإيطالية حاملة الطائرات كافور وحاملة الطائرات جوزيبي غارلي بالدي، وثلاث وحدات تابعة للقيادات البحرية للمجموعات الإيطالية أثناء وجودها في البحر. نفذت الوحدات تدريبات على الرماية المضادة للطائرات والمضادة للسفن، فضلاً عن ممارسة العديد من التدريبات على إطفاء الحرائق والدفاع الجوي المعقد التي شهدت مشاركة مكثفة من طائرات سلاح الجو. وفي يوم 27 مارس من سنة 2015 رست سفينة القيادة ونشرت القوات قلعة بني عباس رقم المتن 474 بمقر قيادة القوات البحرية بالأميرالية في العاصمة الجزائرية، وقام بتدشينها وتفتيش السفينة الفريق أحمد قايد صالح، كما طاف أيضا بمختلف أقسامها. خصائص ومميزات سفينة قلعة بني عباس التابعة للبحرية الجزائرية. الطول 143 مترا، العرض 21.5 مترا، قدرة الإزاحة 9000 طن وتعتبر أكبر قليلاً من الوحدات الإيطالية. تتميز بوجود نقطتين لهبوط وإقلاع الطائرات المروحية التي يمكنها من استقبال مروحيات من نوع أوغوستاسلان AW-101 التي تستخدمها القوات البحرية في عمليات الإنقاذ، أو مروحيات من نوع ميل موسكو التي تستخدمها القوات البحرية في العمليات الهجومية. الإلكترونيات: إن السفينة الجزائرية قلعة بني عباس مجهزة بمنظومات إلكترونية متطورة للغاية، حيث تنافس القوات البحرية العالمية فهي مجهزة بنظام الرادار إيسا المتخصص في القيادة والتحكم والاتصالات والكمبيوتر والاستخبارات من نوع بيتينا سي لإدارة نظم القتال والتنسيق بين المجموعات البحرية وتوجيه قيادة الدفاع الجوي المتكاملة وعمليات ما بعد الهبوط للقوات البرية. وكذلك نظام الملاحة ومراقبة الطيران وهو من صنع روسي غوسو بوزنا فانيا سير، ورادار أوروبي EMPAR للبحث والمراقبة وتوجيه الصواريخ ثلاثي الأبعاد بتغطية زاوية قدرها 360 درجة لمدى يصل إلى 500 كيلومتر، وهو مماثلا للذي تم تركيبه في فرقاطة من فئة أوريزونتي. ويهدف هذا الرادار لتوجيه منظومة صواريخ أستر 15 و30، وقد تم أيضا تجهيز جناح الحرب الإلكترونية للسفينة من طرف الشركتين إلكترونيكا الإيطالية وطاليس الفرنسية بأنظمة EW.
وتشمل أيضا قاذفات لإطلاق قذائف للتشويش من نوع SLR-H، بينما الاتصالات السلكية واللاسلكية هي من مسؤولية شركة سيلكس إلساغ الإيطالية، ويتحكم في نظام إطلاق النار من مدفع أوتوميلارا الأمامي بواسطة رادار NA25X الخاص بالشركة سيلكس سيستيمي أنتيغرابي. إن هذا الرادار يجعل سفينة قلعة بني عباس مماثلة لفرقاطة من فئة الفريم كلاس فريم، التسليح. لقد تم تجهيز السفينة بمنظومة إطلاق 16 صاروخاً أرجو من نوع إستر 15 موضوعة على نظام الإطلاق العمودي سيلفر A50 VLS المضادة للطائرات والدفاعات الصاروخية. ومدفع أمامي من عيار 76 ملم من إنتاج شركة أوتوميلارا الإيطالية، يمكن استخدامها للدفاع الجوي أو ضد أهداف السطح. والمدفعية تكتمل من خلال وجود مدفعين جانبين من عيار 25 ملم. كما تحتوي السفينة على مستشفى يسع لـ60 سريراً من بينهم 2 للإنعاش وقاعات لإجراء العمليات الجراحية، تتوفر على كافة الضروريات. بالإضافة إلى مهبط للحوامات والتي تعززت بها القوات البحرية الجزائرية في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولها البحري، والذي سيساهم في رفع القدرات الدفاعية وتطوير وتعزيز قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، اترك لنا تعليقا ولا تنسى واضغط على زر الاشتراك واضغط أيضا على زر الإعجاب واضغط أيضا على زر الإعجاب، وشكرا لكم للمشاهدة.